بسم الله، الحمد لله، معكم نور وسرور. هذا فندق نجمة العفاف 2، فندق في جميزة، مسافته عن الحرم 950 متر، وممكن تمشون على أرجلكم، ما تحتاجون النقل، باصات وكسترات ما تحتاجون، هنا تمشون وطريق مستقيم بدون طلع بدون نزلة، وما شاء الله تمشون من طرف غزة. وفندق كما قلت نجمتين، نجمة العفاف 2، هذا 3 نجوم، 3 نجوم، وفندق جديد جددوه، والآن أنا دخلت فيه، ما كان يسكن أحد في هذه الغرف، غرف فتحت تنتظر وتنتظر الضيوف، تنتظر الضيوف. و كما رأيتم هناك سخانة الماء، وهناك ثلاجات، وهناك خزانة الفلوس والدولاب، وموكيت وشاشة التلفزيون. وكما قلت فندق جيد مستوى وتصنيف 3 نجوم، 3 نجوم إخوة الكرام. وممكن تأتون أو تتصلون بنا، ونحن نرتب لكم هذا الفندق طيب، نرتب لحجاجكم ومعتمركم. إن شاء الله نحن نسوي أي حجز، نستقبل في هذا الفندق ونرتب لكم فنادق في مكة. انظروا هذه الصور، جيد 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 جيد، غرف خماسية رباعية، توجد غرف ثلاثية ما شاء الله، وإنترنت، واي فاي موجود، والمسجد موجود، مايك موجود، ممكن تلقون الدروس، وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مطعم موجود أيضا، مطعم، ولكن أنتم تأتون بطعامكم، يعني أنتم تطبخون وتأتون تؤكلون حجاجكم، فهمتم؟ من يريد فندق جيد مستوى جيدة وليس بغال، فتفضلوا اتصلوا بنا، معكم نور وسرور، بكل سرور نحن نرتب لكم 3 أسانسير، استقبال واسع، انترنت موجود، كراسي، ومعتمرين يفرحون. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.